حق نسخة مطابقة واحد تخصص عدل ومرافع والتاني بلطجة وخف وسرقة واحد مقطع البطاقة شكله شرب محيط جراء اللي طلبتوها عملتها لكم بايدي كل واحد فيكم عروسه ومكتوب عليها اسم ادي عروستك يا شوقي يا حليم وادي عروستك يا فاطين يلا تصبحوا على خير يا حبايبي وانتم اهل خير يا ماما اتغطى بقى كويس يا فاطين عشان ما تاخدش برد حاضر خد بقى المسدس انت كنت عايزه ايه ده انت جبته منين انا جبته عشان واحنا بنلعب عسكر حراميه انت تبقى ضابط بجد والحراميه اللي همسكه انت بقى تدافع عنهم تبقى المحامي بس انا فضل روب المحاميين امسك يا فاطين خليت بابا يعمل Thank you.
يلا بينا يا خلاص. يلا انا هم عليا وانتوا تتخبوا. يلا فلاويس لسه خلاص لسه خلاص خلاويس لسه خلاويس لسه كويس انه جيتوا عشان تاكلوا، كفايه كل لعب بقى. مالك يا فاطين يا حبيبي؟ اخوك فين؟ اخويا كان بيلعب معايا ونص ساعين. ايه؟ شوقي؟ واسمه بالكامل شوقي علي حسين الجرح، عمره حوالي 5 سنين. فعلا يا فندم انا بلغت المديريه وقالوا لي هيبعتوا اشاره لكل الاسامي. امسك يوم دول حق. اما النضاره دي بقى فدي تلزمني يوم. حقك يا حاج. لا حقك ولا حقه، ده حق انا. حقك انت؟ حق يا ابو حق؟ الفلوس يابا والبضاعه دي بتاعتنا احنا. ومحدش قال لك ولا فطمك ولا قراك يا روح امك ان الشغل في المنطقه دي من غير اذن عمك الطبجي، عم الشياطين كلها، يبقى حرام. معلش يا عم الطبجي، حق بس سامحنا المره دي. تعالى يا تبوس ايد عمك الطبجي عشان تنول الرضا. سامحتك يا ابو. وانت لا مش هتيجي تبوس عمك الطبجي عشان تنول الرضا من الكبير؟ كبير؟ لا يابا انا ماليش كبير. هو قال ايه يا رجاله؟ ملوش كبير. واللي ملوش كبير يشتري له كبير. وقبل ما نشتري له الكبير بنعمل معاه ايه؟ بنروق. ايفوه. استنيك يا قد، وان ما جيتش البحر ياما بيتاوي. فلوس. الطبق يا ميشو محدش بيقول لا. Thank you.
انا جيت حسب الاتفاق. وانا كنت مستنيك، بس لما لقيتك اتاخرت وجه ميعاد نومي لازم انام. فين فلوسي؟ مش تبل ريقك الاول وبعدين نتكلم؟ مستعجل. كل واحد يجي يفتح لي مطوى احطها على رقبتي ولا انا مستعجل؟ اخلص. عشان كده مفيش بركه اليومين دول. اخلص. طيب امسك. كتير يا حمام. استنى، انت اسمك ايه؟ مش الحاوي. لو خرجت من هنا رجالتي مش هيسيبوك. يا دي اسمع كلام عمك التوب يا عم الشياطين كلها وما تتنوش. انا كنت مستنيك، كنت عارف انك جاي، ولو ما جيتش انا ما كنتش اشتغلتها تاني. انا كنت متراهن مع رجالتي، عشان كده سابوك تنفد وتخش. اسمع يا عاد، انا عايزك تقعد هنا وتركب السماعات في ودانك وتسمع الكلمتين اللي هقولهم لك. اقعد. تشرب؟ ما بشربوش. هتشرب. إزاك هذا أبو قلب جامد وحديد خلص من زمان، عشان كده أنا بدور على واحد زيك بإبرة. اسمع، أنا عايزك تشتغل تحت إيدي. ما اشتغلش تحت إيد حد. ياد ما تبقاش حمار ياد، الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة ومن طبق واحد. شير عباد، ما كانتش عزومة دي. عزوز اسكت. حاضر. شايفة؟ شايفة امك بتعمل ابوك ازاي؟ انا مساعد اول منتدى شرطة صفية كده. معلش يا بابا. عزوز ورايا. ارحاني يا استاذ فاطمة. هتموتني انا. هربيك يا حيوان انت، هربيك. الحمد لله انها جت فيك، قصدي الحمد لله انها جت سليمه. وبعدين ده باين عليه اجنبي، بس انا اخدت نمرته ما تقلقيش. نمره مين؟ انا اللي هطلع روح الحيوان ابن الحيوان. عندك يا مدام، اوعي تكملي. الاحسن يبقى سب علني ودي عقوبتها غرامه لا تقل عن 1000 جنيه وحبس 6 شهور مع الشغل. وبعدين حضرتك الغلطه في اماكن مخصصه لعبور المشاه، الشوارع للمواصلات فقط، وهو ده القانون، مع انه حرامي عجل. هلا انت مش فاهم القانون يا عم عزوز ولا ايه؟ ما تقول لها. ايه ده، انت تعرف الحمار ده منين؟ ثاني واحد. ده الاستاذ فاطين المحامي. ايه الايه اللي ايه وتعملي لي كده؟ لا عندك يا مدام، انا الاستاذ فاطين علي حسين الجرحي المحامي وممثل دوله القانون هنا. يعني جنايه، جنحه، طلاق، نفقه، ضرايب، باي حاجه، ومن اول جلسه وسالي عليا في المحاكم. وسالي لك ليه يا حبه عيني؟ كنت هناسبك. خلاص يا استاذ فاطين، ما تجيبليش العزيه. لا يا سول عزوز، مش خلاص، كل واحد ياخد حقه. نقف. وحضرتك كمان، انا صاحب العجله اللي صدمتك واتجرحت بسببك، والمفروض قانونا، ها قانونا، تصلحيها وتعتذري كمان. عزوز سكت الشيء ده بدل ما دب صابع في عينيك. دب يا اختي وفرجيني، عشان تبقى احداث عاهه مستديمه وشروع في قتل، وتندب بنت بقى 5 سنين ومن اول جلسه. خلاص بقى يا ماما. بعدين هو يا استاذ فاطين. نعم يا عم عزيز. يا عم خليك معايا. حاضر. خليك معايا، حصل خير. يا عم بص لي هنا، وانت يا بنت قطر يلا خدهم مكمش من هنا. الله، اسمك قطر؟ اه. اسم جميل قوي. قطر ايه بقى؟ قطر الندى. الله. العجله بسكليته يا بسكليته.
عزوز انت سبته يمشي، اخدوا منظمات رقبته اجري وراه. ايوه ده الواد بسكليت حرامي العجل وانا عمال اشبي عليه. بس ما تقلقيش ما تقلقيش، انا هعرف اجيبه. هيروح مني فين؟ يلا يلا بينا احنا نروح. نروح يا ناس شويه حاجه بعد كل اللي حصل ده يا ماما. وهو ايه اللي حصل يا دنايا؟ عزوز ورايا. حاضر. مفيش حاوش وقك. بقولك يا توجي، شغل التخطيف ده ما بقاش يلزمني، جاري وهاري وتنطيط واخر صفيحه رايش. بقينا هنا الرايش. الكاتب خرج من السجن بقاله اسبوع، قلبها مراجيح. كفاره خارج سخنان على الكل، اللي مش معاه بيبقى عليه، محدش قادر يقف له. خارج شرقان للدم. الدم بدم بقى يا توجي، مفيش حد بقى عليها. انا بقول لك ان فرشتنا اليومين دول لحد ما نفهم ميته ايه. بقول لك ايه يا توجي، انا لسه ما اتخلقش ولا امه جابته اللي قعدني في جحر زي الفيران. مش انا يا توجي، مش الحاوز. وبعدين انت اللي بتقول كده يا توجي، انت باين عليك اتهتيت من اللي سمعته، وعظمك خاوخ وبقى بيلق. فجر يا حاوي، انت عارف الطبجي كويس. الطبجي عم الشياطين كلها. الطبجي طول عمره زي الجبل ثابت، ما تدوش ريح. يقول ظابط المباحث اللي صابني في عمليه تهريب من 5 سنين، والرجاله اللي كانوا شغالين تحت ايدي خافوا وكشوا وراحوا يشتغلوا تحت ايدين الكبو. وانت عارف ان الكبو وسخ ردع زباله وما يفهمش في اصول الشغلانه. وبعدين انا مش هصغر نفسي قصاد كلب عشان شويه عظم. بس انا بقى طبجي بعرف اتعامل مع الكلاب، وخصوصا كلاب السكك. ما تنساش اني متربي في وسطهم. وما تنساش كمان ان انا اللي خدتك وعلمتك وقويتك. ولا انت هتعمل زي العيال الرمم دول، هتسيبني وتروح تشتغل تحت ايدين الكبو؟ انت عارف اني ما بحبش الخيانه، والجميل اللي ليك انا رديتهولك بدل المره 100 مره. لما عاوز اسيبك هقول لك يا توجي. يعني لو كبو جه عشان يصفي القديم هتقف له ميشو؟ ده فاكر ان انا اللي بلغت عنه البوليس؟ ما ردتش عليا. لو الكبو جه عشان يصفي القديم هتقف له؟ اللي هيجي هنا هيموت يا طبجي. ولو كان الكبو ليه عندك غلطه فهو بقى لي عندي طار. بصيلة شو بصيلة. امان يا صاحبي. صباح الفل يا طبجي. صباح يا عم. امسك يا بندق. حبيبي يا ميشو، طول عمرك رجوله. انا فضلت مأمن عليك في السوق وما دخلتش زي ما انت مقريني. بس انت ازاي هربت منهم عند محل العصافير؟ فيه يا ابني 5 دقايق اقعدهم عندك. وطير يا حمام، في ناس ورايا. شيل يا ابني المسدس ده وخش الدايره ورا الستاره اللي جوه. كنت جاي وطالب الامان. اي خيانه؟ وحد الله في قلبك يا ابني. اي خدمه حضرتك؟ ما لو تقول لي ايه النوع اللي انت عايزه هخدمك. مع السلامه. شكرا يا حاج. ربنا يهديك يا ابني. واداني العصفورتين دول بالقفص بتاعهم كمان وما خدش مني فلوس. طول عمرك مرزق. هشوفك الليله دي عند زخنوق النوس بالليل على قهوه خفاش، عشان المصلحه اللي ليا عنده وشقه حاضر. خلاص يبقى اشوفك هناك بالليل. سلام يا ميشو. طير يا حمام. يلا يلا. صحيح ما قلتليش انت هتعمل ايه بالعصفور؟ ما قلنا طير يا حمام بقى. يا توبجي
نازل مشوار ساعة كده وراجع تاني. سلام. أموت وأعرف بتودي فلوسك فين بعد كل عمليتك. تقفش الشؤون من هنا وفص ملح وداب. اوعى تكون لافف على واحدة بتخلص عليك ولا تكون شايف لك بنك غيري. اطمن يا توبجي اطمن، وعايزك تطري على الصهد اللي في نفوخك ده. ها مش الحاوي مش بتاع قطط، انما لو القطط جت مفيش مانع ان احنا نعمل معاها الواجب والواجب وبس، انما بقى الشقوق والورق ابو مدنه وحنطور لا، دول متشالين بقى للشروه الكبيره. طير يا حمام. مشوا، هات لي معاك ازازتين بيره مشبرين وانت جاي، وما تحاسبش عليهم. انا ما بحبش اشرب حرام. بعد البلاك ليبل والجن والفودكا بقيت بتشرب راس العبد واربع حروف. كان لازم يعني تجريني وراك 4 كيلو. قطعت نفسي، الله يقطع نفسك. وفي الاخر يا بسكريتة ديك اتقندلت وقعت من على العجلة، وفي الاخر كلفتني قطن وشاش. انت مش كنت اولى بالفلوس دي يا واد؟ ها؟ انا عايز افهم بس، انت للدرجة دي غبي وما بتسمعش؟ انا غلطان لك يا استاذ فطير، انا غلطان، ما عدتش اعمل كده تاني. ما انت كل مرة تسرقني وكل مرة تقعد تتأسف وتقولي انا غلطان لك ومش هعمل كده تاني. المرة دي كنت معذور يا استاذ فطير، والله معذور، انما انت لو ما سمحتنيش المرة دي انا موت نفسي زي كل مرة. خلاص خلاص يا بسكليتة ما تقوقش مسامحك. بقول لك سابتكوا البيت من غير سبب. من حقه قانونا يطلبها في بيت الطاعة طالما موفر ليها المسكن والمأكل والمشرب، وإذا رفضت تبقى ناشز. أنا دلوقتي بقى يا بسكليتة عايز أفهم أنت ليه المرة دي تسرق العجلة بتاعتي؟ أنت إيه السبب؟ كان نفسي في كوتش مستورد من اللي بيجيبهم عم عربي من بورسعيد. الكوتش اللي في رجلي دابع يا أستاذ فطين، بقاله سنين على رجلي حتى شوف. خلاص خلاص جتك القرف، خلاص يا عم هتخليني اعيط يا بسكليت. وبعد ما فنشوني اكتشفت ان هما مش مأمنين عليا، واللي اتخصم مني راح عليا. ادي شغل القطاع الخاص يا سيدي. المادة الثانية من قانون التأمينات والمعاشات لعام 1974 بتقول: ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئة طبقا لأحكام القانون في الدولة. يعني قضية ابنك لا هتاخد حقك وهو يتحبس. خد يا بسكليتة ادي 50 جنيه هي تديها لعمك عربي مقدم للكوتش، وتروح تشتغل وتدفع له كل شهر قسط. ها ما تحرمش منك يا استاذ فطين، ربنا يخليك لنا يا رب، ربنا يخليك. ايوه يا اخويا ما نحرمش منك علشان بقى تقعد تسرقني كل شويه، ويا ريتك بتسرق حد غيري. ما انا لما بسرق حد غيرك بيبلغ عني، انما انت الشهاده لله عمرك ما عملتها وكل مره بتديني فلوس. مع ان يا بسكليتة المفروض انا اول واحد اروح ابلغ عنك، لكن انا لا يا بسكليتة علشان عارف انك يتيم وابوك الله يرحمه موصيني عليك من ساعه ما قفشت وهو بيسرق المروحه من مكتبي. بس كان بيحبك قوي وبيحب يسرقك قوي قوي وانا طالع له. الله يرحمه يا بسكليتة، مات قبل ما ينصلح حاله. بس انا مش هسيبك يا ولد، هخليك تنصلح حالك. يعني هتنصلح حالك؟ ها تشرب حاجه فخفخينه يا واد يا سي. ايوه ايوه جايلك يا استاذ فطير. غلط. ايه سيكه ده؟ الشيش دي ضد القانون. رجعهم رجعهم جوه بدل ما اطصك محضر اغواء قصر على الاضرار بانفسه مسيك. وانا مال انا يا استاذ فطين؟ دي قهوه وصاحبها المعلم زلعوكا هو اللي عايز كده. وانا مالي وبتبجحني؟ بتبجحني؟ فين المعلم زلموكا بتاعك ده؟ هاتوني. مين الكلب اللي صوته بيعلى قهوتي ده ومش عامل لي اي اعتبار؟ الكلب ده يا معلم البشوات جايين وعايزين يطلبوا يعني شيش من حقهم، قال ايه مش عايز ينزلهم علشان اقل من 16 سنه. انت عملت كده؟ انا ما عملتش حاجه يا معلم، اقوم عندك قوم اسالهم. اخرس يا سيكا يا حيوان، ايه كمان هتبرطم؟ فعلا الناس تخاف ما تختشيش. ايه اللي بيضحك قوي؟ امشي اللي اتسرق منك الاول. العجله ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يا لهوي
انتوا ما عندكوش اخوات ولا يا ابو صدقوا ترحموني الحقوني يا ناس. هتظبطي الكلام معانا بالراحه هنظبطك وهتبقى ليله زي الفل. اما بقى لو قعدتي تعملي لنا فيها شريفه هنظبطك برضه بس بالعقل. لا لا يا زوز بالراحه على المزه وشكلها كده بالراحه برضه هترق وتحن وترضى وهتبقى احلى حفله يا برنس. حبيب قلب جريه دي يا ابن الدايخه انت وهو والواحد ما يعرفش يشرب كوبايه شاي مع السيجاره في ليله ابوك السودا دي. مين؟ مش الحاوي؟ اجري اه اجري يا دول. ما تخافيش يا قط. وانت بقى ايه اللي جابك ان وحيد؟ الشاي السخن يا ميشو. اموت انا وعيد السنه. انت خفيف يا ده سمكه ولا ايه؟ خفيف بس سكر زياده. طب امسك يا عم العسل روح نام يلا. لعبة يا ميشو. امسكي اشربي الشاي وما تخافيش امسكي. والله العظيم انا كنت مخنوقه وخرجت من المستشفى كده عشان افضفض مع ربنا شويه، رحت ماشيه لغايه ما جيت هنا هو مش عارفه ايه اللي جابني هنا. مستشفى برضه؟ اه والله العظيم مستشفى، انت فاكر ايه؟ انا افتكرت مستوصف. لا ورحمه امي مستشفى، ما انا اصلا ممرضه، وبعدين انا ما كنتش شايفه قدامي. ممرضه؟ ما كنتش شايفه قدامك ليه بقى يا ست الممرضه؟ شارب بيه؟ لا طليقي الله يخرب بيته، الاهي يا رب تجيله مصيبه من السنه، يبقى ماشي كده هوك تجيله المصيبه من السنه كده هوك. وكمان متطلقه؟ ده انت ليلتك مش طالع لها نهار، احكي احكي. اتطلقت منه بالعافيه عشان واد سايز ومدمن وشمام وبيشم البلا الازرق على عيني وده اللي بيشموه. شمام؟ اه لف عليا وضحك عليا انا وابويا من ساعه ما نزلت مصر هنا، ما انا اصلا من السويس وبعدين دلوقتي عايشه انا وابويا لوحدينا، ربنا يشفيه يا رب ويخليهولي ويخليهولي يا رب. بس كفايه كفايه بقى. انت فين بيتك؟ اخلصي. قريب في العماره اللي على الناصيه هناك دي فوق السطوح. طيب على مهلك بقى. يلا سلام. ميشو يا ميشو. طب والجاكيت يا ميشو؟ خليه معاكي ده ميري. انت اسمك ايه؟ اسمي دنيا. دنيا ولا اخره؟ سلمي لي على ابوكي. طير يا حمام طير. ياما انت فين ياما؟ ايوه يا فاطين. ايه يا حبيبي محتاج حاجه؟ اتلسوعت ياما تاني اتلسوعت يا حبيبي. حصل لك حاجه يا حبيب قلبي؟ لا ما تخافيش يا ست الكل ما تخافيش، ده ابنك ده قرد مسلسل. على مهلك على مهلك يا ابني. اتلسوعت تاني اتلسوعت لك يا حبيبي على مهلك. قلت لك سيب موضوع الطبخ والاكل ده على امك حبيبتك. يا امي ما انا سايبهولك طول الاسبوع، فيها ايه يعني لما ريحك يوم واحد بس يا ست الكل؟ يا قمر بيطل على الدنيا كلها، ولا انت بقى ما بتحبيش تاكلي من ايدي؟ ايه ده انت حتى نفسك حلو في الاكل يا دنايا. بجد ياما؟ امال ليه بقى اخر مره طبختلك فيها اكلتي من هنا وقمت داخله اوضتك من هنا وقعدت بقى اسمعك طول الليل عماله تتألمي كده كان في مغص او بطنك وجعاكي؟ اوعى يكون من اكلي. لا يا حبيبي لا يا روح قلبي، ده انا بس كان عندي صداع شويه. صداع جامد ايه ياما؟ انا سامعك عماله تقولي اه يا بطني اه يا بطني. لا يا روح قلبي، ده انا كنت بقول اه يا دماغي. ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك ابدا يا فاطين يا ابن بطني. بس انت صعبان عليا قوي من العصر وانت في المطبخ والساعه بقت 10 ولسه ما اتغديتش يا دناي. متقلقيش يا ست الكل ان شاء الله هنتغدى، هو بس المحشي كده هو اللي شكله طالب تاجيل، انما على مين ان شاء الله من اول جلسه، قصدي من اول غاليه، وهتاكلي صوابعك وراه. وعند اذن وفي هذا الصمت الرهيب والسكون القاتل يدخل القاتل بأنيابه وأسنانه الحادة المليئة بالدم وهو يبحث عن فريسة جديدة. أنا خايفة يا بابا. مفيش قطرة يا بنتي دلوقتي حدوتة يعني خلاص بقى شهر. يا صلاة النبي كمان موسيقى تصويرية. واقترب القاتل من غرفة النوم أحست البيت بخطوات قدميه فأسرعت لتضيء الأنوار، ولكن القاتل قد فصل الكهرباء عن البيت كله فأسرعت وهي ترتعش وهو عايز ياخد أحشائها بأسنانه. الحقني يا بابا. ما تخافيش يا بنتي ما تخافيش، ما خلاص خلاص بقى شهر. واقترب أكثر
فأكثر فأكثر. فزنخت البنت مستغيثة بأعلى صوتها: بابا خلاص خلاص يا شهري، البنت هتروح مننا. أقول لك على حاجة، الرواية حلوة صدقني، مش أنت عايز تسمعها كده؟ حلوة يا أختي. طب أقول لك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيه يا عزوز الله؟ هو أنا كل ما أحكي لك رواية يا أخي تفصلني كده وتعمل لي فيلم الهندي ده أنت وبنتك؟ ما أنت يا ماما كل مرة تخوفينا. اخرسي بالراحة على البنت شوية. اسكت أنت. حاضر، أنا سايبها لك ونازل الشغل، عندي نبطشات ليل. اللي يشوف كده يقول يا ما هنا يا ما هناك. ايش حال ما كانش الاسم في وش البيت وبتروح تقعد وما بتعملش حاجه؟ ايه ده؟ القهوه شاطت، القهوه شاطت. خساره انها جت في القهوه. انا نازل الشغل يا بنتي قبل ما تيجي. تروح وتيجي بالسلامه يا فندم، يا احسن مساعد اول ظبط في الداخليه كلها. بنت ابوكي صحيح، امتى بقى اجوزك واخلص منك عشان اروق لامك بقى ورواياتها اما طلعت على جدي تهبله؟ ربنا يخليك ليا يا بابا. على فكره انا عامله لك صينيه البسبوسه اللي انت بتحبها، ويا دوبك عقبال ما توصل المكتب وتقعد اكون جايبها لك. طيب بصي بقول لك ايه، ابقي حطي لي على وش البسبوسه حته قشطه كده من ورا دراكولا اللي في المطبخ. حاضر. سلام. باي. عسل وربنا. كويس انه مشي عشان اقعد انا وانتي كده على رواقه احكي لك الجزء التاني من الروايه. لا يا ماما كفايه كفايه، مش عايزه بقى كده يا بنت عزوز. ماشي، هتروحي مني فين؟ ما انا هقراها لك. لا انا هقراها لك. بس قولوا لامي طب وانا مالي، طب وانا مالي، طب وانا مالي. طيب يا غزالي. طب ما تخلص بقى يا غزالي، ده احنا داخلين على نص الليل وانت لسه ما اتغديتش يا دنايا. انا مش فاهم يا امي انت ليه بقى مستعجله النهارده قوي كده. الا انت مش دايما بتقولي لي ما تستعجلش يا فاطين في التأني السلامه والعجله من الشيطان؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله صحيح يا ابني، هي العجله مش مركونه تحت دي؟ الواد بسكليته سرقها تاني. تاني والخامس عاشر، وبعدين انت اللي سكت له، ما تبلغ عنه وتسلمه. يا امي انا عايز اصلحه، وبعدين انا عامل عليه بحث وبعته للملحق الثقافي لسفاره ماليزيا. ماليزيا؟ اشمعنى ماليزيا؟ لان يا امي الواد بسكليته تحس كده ان هو شكله مدي على الماليزويين، وبعدين هم هناك بيهتموا جدا بموضوع الجريمه والقانون، وبياخدوا كل الابحاث من كل بلاد العالم. ده بعتوا لي جواب شكر على القهوه. طب وانت يا دنايا هتعمل ايه بس من غير العجل؟ هقضيها بقى تكاتك يا امي لحد ما نستلم ان شاء الله العربيه الجديده من عند الحاج ميمي، وخلاص اخر قسط هو الشهر ده. قولي لي بقى، خلصت السلطه ولا مأخرانا على الفاضي؟ خلصتها يا روح قلبي، بس شغل انت بقى، ده انت على لحم بطنك من الصبح. قولي بقى ان انت اللي جعانه ومشتاقه انك تاكلي من ايد فطنطن ابنك حبيبك. قولي لي يا امي، احنا اخر طبخه خلصناها امتى؟ قبل الفجر بشويه. اوعدك بقى يا امي المره دي قبل نص الليل هتلاقي السفره دي كلها جاهزه. والنبي يا فاطين يا ابني، انت لازم تتجوز، لازم يا ابني تتجوز، ويا سعدها يا هناه اللي هتتجوزك. والله يا ست الكل انا كنت مجهز لك المفاجاه دي بعد الغدا، بس شكلي كده هقول لك عليها. والنبي قول لي يا فاطين يا ابني، قول لي وطمن قلبي، لقيت عروسه وعجبتك؟ هي من ناحيه عجبتني فهي عجبتني قوي ياما. ايه ده، قمر بدر منور تشبه لك كده بالظبط. اوعى يا فاطين تعمل زي كل مره وتيجي ساعه الجد تقول لي لا ياما انا مش عايزه اتجوز، انا هقعد معاكي هنا من غير جواز. اوعى. لا 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 ياما، لا هم العرايس اللي فاتوا دولت عرايس، ما كانش حد يشبه لك ياما، دول كلهم كانوا جنح وجنايات، انما العروسه دي بقى قضيه مستعجله محتاجه محامي شاطر زيي. اسمها ايه يا فاطين؟ قطر. سؤال بيطرح نفسه، هو انت هتبقى انت لو اخدوك من حياتك ورموك في اقل حتة؟ وساعتها لما تغلط الغلطة تبقى غلطة، ولا انت حقيقي مجبر مظلوم والتهمة ثابتة يا راكب بسكليتة وسايق في المبادئ فاكر القانون مسيطر وبتهرب من حقايق يا راكب بسكليتة بسكليتة وسايق في المبادئ المبادئ فاكر القانون مسيطر مسيطر
بيستر